وهننتقل لبث حي مباشر لزميلتي هند فاروق. صباح الورد عليك يا هند، واوصفي لي المشهد عندك دلوقتي امام اللجان بمحافظة القاهرة. صباح الورد عليك يا مها، وبتمنى انت تكوني كويسه وكل زمايلي في الاستوديو كويسين وضيفتك العزيزه. احنا دلوقتي موجودين في لجنه سرايا القبه السنويه، هي لجنه 119، هي لجنتين فرعيتين، لجنه 119 ولجنه 118. اللجان فيهم كل لجنه فيهم حوالي 6500 ناخب يحق لهم التصويت. احنا بقالنا دقائق اللجنه فاتحه منذ دقائق قليله، والاقبال يمكن احنا نفسنا مستغربين حجم الاقبال، بسبب كمان النهارده يوم من ايام العمل. يمكن احنا كنا فاكرين الاقبال هيكون اكتر بعد ساعات العمل، لكن زي ما انت شايفه من ورايا المشهد شباب وسيدات ورجال موجودين من الصباح الباكر للمشاركه في هذا الاستحقاق الانتخابي. وبصراحه هم على طول المصريين على طول بيفاجئونا، يعني سواء في استفتاء الدستور او الانتخابات الرئاسيه او النهارده في انتخابات مجلس الشيوخ. زي ما قلت لك في الساعات الاولى الاقبال كثيف جدا، وانا هسيب لك حتى الصوره تتكلم، وهنفضل موجودين مع حضراتكم على مدار الساعة طول اليوم إلى إغلاق اللجان الانتخابية أمام الناخبين. إليكي مها. بشكرك شكرا جزيلا زميلتي العزيزة هند فاروق، ومعانا بس حي مباشر قدام حضراتكم اهو زي ما انتم شايفين من محافظة القاهرة من أمام إحدى اللجان.